السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاني أم يحيى. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. الفلوق ديالنا اليوم من مدينة الرباط، فلوق مختلف، فلوق عنده صراحة بالنسبة لي واحد المكانة كبيرة بزاف، وكان واحد اليوم مميز جدا الصراحة. هنا هذا اللقاء ديالي الثالث مع الصديقة ديالي فوزية، فيتحطت لكم بزاف، حطت لكم واحد جوج لي فيديو ديالي أنا وياها، ولكن هذا اللقاء هذا كان مختلف بزاف بزاف. علاش؟ حيت غادي تغادر المغرب، ما غاديش تبقى في المغرب، ما غاديش تبقى في مدينة الرباط، يعني كانت قريبة ليا للأسف. فللأسف بالنسبة لي أنا، أما بالنسبة لي راه مزيانة، فضروري غادي تسافر ولدولة أخرى عند الزوج ديالها. فعيطات ليا قالت لي نعيمة ضروري خاصني نشوفك، ضروري خاصني نتلاقاو. وأنا صراحة عيانة هاد الأيام، شوية عيانة، وقلت لها راه الطبيبة منعتني أنني نخرج أنني نتمشى. فقالت لي نجي عندك بالطوموبيل حتى للدار، ما يمكنش ما نشوفكش، ما يمكنش ما نتلاقاكش، ضروري قالت لي نجي عندك بالطوموبيل وما تمشيش نهائيا، المهم أننا نتشوفوا، حيت لحد غادي تمشي لحد عند الطيارة مع الخمسة ديال العشية. انا كان مونطي دابا هاد لا فيديو، غادي تكون غاديه دابا، غتكون غادي في الطياره في هاد الوقيته هادي، كان مونطي دابا لحد بالليل. فكنتمنى ليها انها توصل على خير وبخير يا ربي، وتتراسلني ونعرف انها وصلت على خير. فالمهم كان هذا هو اللقاء ديالنا هنا، خرجنا هنا كنا كنضحكوا كنهضروا، مشيت انا وياها والاخت ديالي الصغيره حتى هي معايا، ديتها معايا، وصراحه داز واحد النهار زوين بزاف بزاف. واخا كنت عيانه ولكن داز النهار زوين. مشينا جهه البحر، واحد البلاصه اللي زوينه بزاف بزاف، مولفة نمشي صراحة البحر ديال الرباط، ولكن هدتني واحد البحر بعيد، واحد البلاصة مميزة فيها الهدوء وزوين زوين بزاف. فخرجنا خدينا واحد بعض الصور تذكارية ديال الوداع ديالنا، وكنتمنى أنني نتلاقاها إن شاء الله مرة أخرى إلى جات هنا المغرب. ومهم دوزنا نهار زوين، ضحكنا، خرجنا، تسارينا، كلينا كالعادة. وبغيت نشارك معكم هذا الفلوق ديالنا ديال اليوم وهذا الفيديو. انا اكيد انها كتشاهدوا، كنصيفط ليها تحيه كبيره وسلام كبير، وتنقول ليها صاحبتي العزيزه غادي نتوحشك بزاف بزاف، وكنتمنى لك السعاده ان شاء الله، وتولفي وتعجبك المعيشه في دوله اخرى ان شاء الله مع الزوج ديالك، والله يجعل ربي يحفظك وييسر لك كاع الامور ديالك. كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، كنتمنى انكم تكملوا حتى للنهايه، حيت فعلا حاولت نصور لكم فقط المناطق اللي زوينه، البلايص اللي زوينه اللي تستحق انها تصور في مدينه الرباط. نخليكم تكملوا معايا لا فيديو حتى للنهايه. حنا راه وصلنا للبحر، هنا راه صافي كتقولي ما تمشيش، يعني حطاتني قريبه باش ما نتمشاش، عارفه اني مريضه، وصافي غادي نمشيو هنا، غادي نهضروا، غادي نضحكوا شويه، غادي نديروا شي تصاورات، وعاد غادي نرجعوا ان شاء الله، غادي نمشيو لواحد ريستورون ناكل شي حاجه، وغادي توصلني حتى للدار. كنشكرها بزاف على هاد الخريجه اللي ما كنتش ناويها نهائيا، وكنشكركم حتى نتوما حيت متبعين هاد لا فيديو معايا حتى النهايه، وشكرا للتعاليق الغزاله، شكرا للمشاهده اللي كتوصلني من عندكم، شكرا لكم بزاف بزاف، وتسناوني دائما بالجديد، دائما كنوعدكم فيديوهات زوينه وجديده. ولا كنت مقصره في حقكم مؤخرا، ما يعني ما كنتكلمش بصوتي في الفيديوهات، ففقط عيانه شويه، وشكرا شكرا لكم بزاف بزاف على حسن المتابعة. نخليكم تكملوا الفيديو، أحلى متابعين قناة هاني أم يحيى.